في ليلة داجية من ليالي الصحراء المعتمة، جلس الرجال الزرق يحنون إلى فجر حرية طال انتظاره سنين، ودفع هذا الشعب مئات الأرواح حتى يبزغ فجر جديد ويتبدد في الكون ويطرد الظلام الحالك. يقول هذا الفارس الصحراوي وهو يتنفس قليلا من هواء الحرية في ظلام تنبكتو الدامس: إنني يعيش منذ عقود من الزمن تهميشا وحيفا لم يعشه شعب في العالم، وإن ساعة الحرية قد أزفت، ولا تراجع عن انفصال إقليم أزواد واستقلال جمهورية أزواد كاملة السيادة. نحن نقاتل من أجل إخراج نظام حكومة مالي من أراضي أزوادية التي استلمتها من احتلال المستعمر الفرنسي عند خروجه من المنطقة. ومنذ 1960 سنة استلام حكومة مالي للنظام من احتلال الفرنسي، شعب أزواد يعاني من تهميش ومن مأساة ومن الفقر ومن الجهل ومن تشتت ومن تشرد إلى يومنا هذا. نحن نتحدث من جوهرة الصحراء وعن مدينة تنبكتو التي صمم المتمردون الطوارق أن يدخلوها فاتحين بعد مواصلة أيامهم ولياليهم في رحم الصحراء الملتهبة وتدريباتهم الشاقة في صفوف الحركة الوطنية لتحرير أزواد، التي تقول إن كل الطرق قد سدت أمامها ولم يبق لديها إلا الثورة المسلحة. ثم دخلوا تنبكتو طاردين الدولة المالية التي كانت تعتبرها عاصمة الشمال، فنزلوا هنا طامحين إلى حلم لم يتحقق بالكامل، فكان نصيبهم من المدينة هو المطار المطل على نهر النيجر، أي 3 كيلومترات من مدينة تنبكتو. دخل المقاتلون الطوارق إلى مطار تنبكتو في فاتح إبريل من العام 2012، وجعلوا منه معسكرا لتدريب شبابهم على مختلف الأسلحة. هذا شباب الطوارق الطامح إلى ساعة الحرية ودولة مستقلة كاملة السيادة اسمها أزواد، ولكن جرت رياح التغيير بما لا تشتهيه سفن الحركة الوطنية لتحرير أزواد. نحن الآن في الأيام الأولى من شهر إبريل من العام 2012، وفي جوهرة الصحراء تنبكتو. يومئذ طرد الجيش المالي تحت ضربات عدة أعداء مختلفين، لكن المفاجأة كانت أن الطوارق أصحاب شرارة التمرد لم يدخلوها، فدخلت جماعة أخرى بأهداف أخرى، هي جماعة أنصار الدين ذات الطرح السلفي الجهادي، لتقسم غنيمة المدينة دون الطوارق وتبدأ حكاية الإمارة السلفية. حكمها المرابطون والعرب والطوارق، واستعمرتها فرنسا وسلمتها لدولة مالي، واليوم يحكمها الإسلاميون المسلحون. تنبكتو قصة حضارة متواصلة. هنا تبدأ قصة إمارة تنبكتو السلفية التي يسجل لها التاريخ أن تعيش في هذه المدينة التاريخية، وإن كانت فترة الإمارة قصيرة جدا، إلا أن جملة كتبها التاريخ قرب مئذنة جنجربير بخط عريض على صفحات تنبكتو، وهي: كانوا هنا. بدأت إمارة أنصار الدين بمحاورة وجهاء تنبكتو حول إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ الحدود، فوافق الفقهاء المالكيون التقليديون على تطبيق الشريعة الإسلامية. جماعة أنصار الدين هي جماعة سلفية جهادية
تنشط أساسا في هذا الإقليم، وهدفها هو تطبيق الشريعة الإسلامية ليس في أزواد فحسب، بل وفي مالي كلها. نحن لسنا لا نؤطر في الإقليم بمعنى. طبعا أعضاء المجلس القضاء هم في مذهبهم المذهب المالكي، ولكن في الحقيقة نتبع الفقه العام وما يسمى بالفقه المقارن، حيث يتم الاستفادة من جميع المراجع وجميع فتاوى اللجان الموجودة في العالم والمؤسسة الفقهية الكويتية، يعني نستفيد من جميع الفقه العام. هذا وأيضا هذا يظهر أثره عندما تكون المسألة معقدة وتحتاج إلى اعتبار خاص ينظر فيه مجلس القضاء، فيتبع فيه أي قول من أقوال المذهب الفقهي التي المؤصلة على كتاب الله وسنة رسوله. يومها كانت تعترضك اللافتات التي تفرض تطبيق الشريعة الإسلامية على شعب رأى المقاتلون الإسلاميون أنه شعب مسلم وليست الشريعة الإسلامية عليه بالغريبة، وإن غيبت عنه في حقب من الزمن. ونحن على كل حال لم نأتي إلى شعب في فيتنام، ونحن جئنا لشعب لم يعرف إلا الإسلام. مسألة الحدود هذه والتي تسمونها أنتم بالجانب الرضعي، فهي ليست مسألة غريبة على هذا المجتمع. هذا المجتمع يعرف معنى الحدود ويعرف العقوبة في كل مخالفة شرعية. هذا شعب مسلم، ليس شعبا كوكب آخر. هذا شعب مسلم ولد في الإسلام ونشأ في الإسلام، وإن كان الإسلام قد غيب عنه وكاد أن يكون غريبا عليه. كان النظام السلفي الجديد يأمر بتنظيف المدينة من كل أشكال السفور وإزالة الصور الفوتوغرافية من الشوارع التي كانت موجودة فيها، وزيارة الأسواق وتفعيل نظام الحسبة الإسلامي القديم الذي طبق في عهد خليفة المسلمين الثاني عمر بن الخطاب. وبعد طبعا الحسبة هي يعني سلطة يقيمها ولي الأمر للإشراف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي بالنسبة لسلطتنا في تنبكتو شكلت هيئة لهذا الغرض، وهذه تقتصر يعني الآن لحد الآن في أمور معينة اللي هو تغيير المنكر الظاهر في الشوارع، ويتمثل في السفور والتبرج واختلاط الرجال بالنساء، وكذلك التدخين والصور والملصقات يعني التي تعبر عن شعارات مثل المحرمة. الشرطة الإسلامية هي مقر الأمن الجديد، فيه يتم وقف المخالفين للشريعة. قد ساعدت هذه الشرطة بشهادة سكان تنبكتو على الحد من الجريمة التي عاشت فيها المدينة، وعرفت عدة عمليات سطو في عهد الدولة. الله يتبارك الله اللي فيها الأمن التام، واللي ينظلم عرف منه اللي ينقلع له حق من الثاني. والناس قاعد تبارك الله ما عاقبنا، قاعد نسمع حد سارق والله حد معدل جريمه والله شي ما عاقبنا، قاعد تبارك الله نسمعه تام عرف انه تبارك الله خالق. ينتشر المسلحون السلفيون من مختلف الاعمار في انحاء تنبكتو رافعين راياتهم السوداء علنا، لكن مظاهر السلاح الكثيره التي تخوف كل المدنيين من احتماليه الطلقات العشوائيه لم يكن الا في خدمه المواطن التنبكتي، هكذا تؤكد جماعة أنصار الدين. وعلى كل حال السلاح في الشوارع يخيف المواطن البسيط، ولكن سلاحنا نحن استثناء. سلاحنا مصدر أمن وأمان للمواطنين. المواطن عندما ينظر إلى مجاهد يحمل سلاح يشعر بالأمان والسكينة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. نحن جئنا إلى هذه المدينة ووجدناها مدينة خوف، مدينة رعب. وجدنا الناس يعني في حالة ذهول. كل السلاح الذي وجدناه في المدينة كان سلاح لإخافة الناس، سلاح لإذلال الناس، سلاح سلاح الجريمة المنظمة، الجريمة المسلحة. نحن طبعا استعملنا سلاحنا ضد هذا السلاح، ووضعنا للسلاح معنى آخر. المحكمة الإسلامية حكمت خلال فترة وجيزة بحد الخمر والزنا والقتل، تريد أن تطبق شرع الله كما تقول بعيدا عن أهواء الناس،
ويحق للمتهم في أي جريمة أن يدافع عن نفسه كما تنص الشريعة الإسلامية على حق الدفاع، لكن لا مساومة على من ثبتت عليه التهمة كما يؤكد أعضاء المحكمة الإسلامية. هناك شروط قوية جدا نادر ما تتوفر في قام عليه الحد، كون الشريعة شددت في هذا الأمر وسدت كل الأبواب المؤدية إليه إلا ما تقرر وثبت، هذا هو نفسه يحل محل المحاماة التي يدعيها المحاكم الغربية. في هذه الغرفة ينتظر العشرات من المواطنين في مدينة تمبكتو ما ستنطق به المحكمة الإسلامية لهم أو عليهم. مقبرة تمبكتو يرقد فيها عشرات العلماء والأولياء منذ مئات السنين، وقد شيدت أجيال بيوتا من الطين على قبور الأولياء يزورها الناس ويتبركون بها، لكن إمارة أنصار الدين وفي إطار ما تراه إصلاحا للعقيدة قامت بتسوية كل القبور التي تم بناؤها، وهو ما أثار حفيظة المنظمات الثقافية العالمية التي اعتبرته اعتداء على الآثار الإنسانية. لكن ماذا تمثل منظمة اليونسكو بالنسبة للجماعات السلفية؟ لا مجال للمقارنة عندنا بين أمر شرعي وما تعتبره اليونسكو. اليونسكو على كل حال ليست هي مرجعيتنا، نحن مرجعيتنا هي الإسلام وليس اليونسكو. الله سبحانه وتعالى أمرنا بتسوية القبور فسويناها، سواء كانت أضرحة، وبغض النظر عن تقييم غير المسلمين المسلمين لها، فنحن نرى في أن هذه أضرحة تخالف شرع الله سبحانه وتعالى وسويناها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ليس لشيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتسوية القبور فسويناها. لا طبعا لا يهمنا، ليس هنالك أصلا مجال للموازنة بين المطلب الشرعي ومطلب اليونسكو أو هيئة كفرية. مسجد جنجربير هو أحد معالم تمبكتو التاريخية، استنطقنا هذا الجامع فحدثنا عن 6 قرون متتالية وحلقات ذكر عرفها الشيخ سيد المختار الكنتي ومحمد التمبكتي وغيرهما من العلماء، ولكن حبر التاريخ كان يكتب في منتصف العام 12 و2000 أن الأمراء يومئذ جاءوا بفؤوسهم ومعاولهم يهدمون الطين المشيد في الجانب الغربي من المسجد، حيث كان المجتمع التمبكتي يعتقد حينها أنها قبور أولياء تقدم لهم الهدايا ويأوي إليها الناس لقضاء ما يريدونه من حوائج، كما كان المرشحون في مالي يزورون هذه الأضرحة يقدمون الهدايا حتى يتبوأوا مناصب عالية في الانتخابات. فعلت المعاول فعلتها في أضرحة جنجربير وكبر المقاتلون وهم يرفعون الفؤوس فيما يعتقدون أنه نصر مبين وتصحيح عقيدة كانت فاسدة في هذا المجتمع. عاش الناس تحت هذه الإمارة، كانت حركة الأسواق شبه طبيعية، وحركة السكان الذين فضلوا البقاء هنا على اللجوء إلى دول الجوار اعتيادية تماما، تجار يشيدون بتطبيق الشريعة الإسلامية لأنهم مسلمون كما يقولون. الشريعة نحن ما قد نرفضوها، قاعد الشريعة هو حد مسلم مولانا يقول له الشريعة شو يقول له؟ عنده ما يقول له، ولذلك نحن بعد ما الحقيقة قاعد يدعو خاطينا غير الشريعة الحقيقة والله اللي نبقوه. احنا مسلمين طبعا، لا نبقوا الشرع. حد قال ضد الشريعة اجتهادي انه في الدقة والله ايش قايل انت؟ لكن من يدري ان المجتمع التمبكتي يخاف من هؤلاء المقاتلين حد الإشادة بفعلهم وحتى التزامه بدينهم بعيدا عن القناعة التي هي روح الإسلام. هل قمنا بمخالفة شرعية؟ هل إلزام الناس بدينهم مخالفة شرعية؟ هل طبعا بالقوة، هل للمسلمين
هل الله سبحانه وتعالى قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال لنا في شأن أهل الربا فإن لم ينتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا في مسألة الربا فقط. انظر هذه الجزئية. والربا هو آخر ما حرم من القرآن بالقرآن، هو آخر ما حرم بالقرآن. المسألة يجب أن تكون راجعوا أمر دينكم يا أنتم شباب ومثقفون. هل ما نقوم به هو إنفاذ لأمر الله سبحانه وتعالى؟ ألم يقاتل نبي الإسلام على الإسلام؟ هل كان يرضى؟ هل رضي أبو بكر الصديق رضي الله عنه الامتناع عن الزكاة؟ هل رضي بأن ينقص الدين وهو حي؟ ألم يقل والله إن منعوني عقالا كانوا يدفعون النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فكيف بمن منعنا دينا بكامله، من منعنا شرع الله؟ المسألة ليست بهذا الحجم، ليست بهذا الحجم الذي تريدون، يعني ليست بهذا التسطيح. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ نحن لا نكره الناس، الإكراه مسألة غربية. نحن نلزم الناس بالالتزام بأمور دينهم، لا ندخل على الناس في بيوتهم ولا نشق قلوبهم، لأننا هذه ليست وظيفتنا. لم يدم شهر العسل طويلا بين حركة أنصار الدين مسيطرة على المدينة وبين الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي سيطرت على المطار بعد خروج القوات المالية، ورفضت أنصار الدين التعايش مع حركة تصفها بالعلمانية في وقت تمد يدها كما تقول لكل أطراف المعادلة المالية. الخلاف بيننا وبين الحركة الوطنية هو خلاف منهجي، خلاف في الرؤى، خلاف في التصورات، وحاولنا قدر الإمكان التقرب بين وجهات النظر، وقدمنا على مفاوضات شاقة ومريرة حاولنا من خلالها إعادة الأمور إلى نصابها، وتوجه ذلك المنحة بتوقيع اتفاق بيننا وبين الحركة الوطنية لتحرير أزواد على إقامة دولة إسلامية في أزواد تطبق الشريعة الإسلامية. ولكن البعض في الحركة الوطنية، ولا أقول الكل لأن هذه حقيقة هذا إجحاف، البعض في الحركة الوطنية وخاصة من المتشددين العلمانيين رفض هذه الفكرة جملة وتفصيلا في المكتب السياسي في نواكشوط، أو رئيس المكتب السياسي في نواكشوط قال بصراحة أنا أرفض هذا الاتفاق، أرفض تطبيق الشريعة الإسلامية. هذا تقريبا المعنى الحرفي لما قاله، لأن الشريعة الإسلامية تتناقض مع مبادئ العلمانية. لذلك فخلاف بهذا الحجم لا بد أن ينعكس على الواقع. نحن حاولنا قدر الإمكان ضبط النفس، حاولنا قدر الإمكان تجاوز الأمور الصغيرة، حاولنا قدر الإمكان الوصول إلى أرضية مشتركة تخولنا على الأقل أن نتعايش مرحليا في الإقليم. ولكن بعض التصرفات والتجاوزات التي حدثت هنا وهناك جعلت من الأفضل لكلينا أن نعيش في مناطق منفصلة. الزمان شهر يونيو 2012، المكان مدينة تنبكتو ذات الآثار النفيسة التي تركت منها أنصار الدين ما تركت وهدمت ما هدمت، لكن تمثال الفاروق الذي تقول الأساطير إنه يحرس مدينة تنبكتو من اللصوص ظل شامخا تحت الإمارة السلفية وكان استثناء مما هدم. وكنا هناك حوالي تمثال السلام الشامخ في الجزء الشمالي الغربي من المدينة بعد طمس كل الصور التي كانت على الجدران وترك التمثال منتصبا ليحدثنا عن مصالحة قديمة بين الجيش المالي والثوار الطوارق ودفن الأسلحة إلى الأبد، لكن أسلحة أخرى هي التي يحكم حاملوها هذه المدينة. وإن رمزية التمثال ليست إلا لوحات في الخيال، فعاد السلاح إلى المدينة وعاد إليها أكثر من مسلح. هل كان يعلم المسلحون الحاكمون أن حربا ما ستنتظرهم؟ وهل كانوا يتوقعون أن يخرجوا عنوة من هنا؟ وما موقفهم يومئذ من الحرب؟
طبعا نحن مستعدون، نحن مستعدون للحرب، هذا أمر بديهي. وإن كنا لا نعتقد أن الحرب هي الحل، الحروب لا تأتي بحلول، الحروب قد تفاقم فقط الأزمات، وليس هنالك مجال للحسم العسكري تداو ولا من مال. إذا حكم العقل قد لا تكون حرب، أما إذا كانوا فقط يريدون الحرب فنحن مستعدون للحرب. لم تعمر إمارة تنبكتو طويلا، ولم يقدر لها أن تعيش أكثر من 9 أشهر من الزمان. عاش ما بقي من السكان فيها في انتظار أيام قادمة لا يعلمون ماذا تخبئ لهم. الناس مالي قلبتهم ما مطمئنين كبار كبار والله، لا ما عارفش لا ياقب يطر لا لا والله. خوف ذاك هو ما هو خال، قال لا الناس قلبهم ما مطمئنين لأن ما عارفين شنو لا ياقب يطر في الدش، يعملوا خير إن شاء الله. وغابت شمس الإمارة الإسلامية ذات مساء من أيام يناير 2013 تاركة صفحات من تاريخ هذه المدينة الضاربة في أعماق الجغرافيا والتاريخ. فماذا سيكتب التاريخ بعد هذا اليوم بمدينة بناها المرابطون واحتلها الفرنسيون واستقلت تحت سيادة جمهورية مالي ودخلها الثوار الطوارق وحكمها السلفيون عدة أشهر وخرجوا منها، لتبقى المدينة تنتظر يوما آخر بعد غياب شمس إمارة أنصار الدين.